عرفت عمرو دياب عن طريق استاذ فتحي سلامه برضو، كنت مع فتحي بتعلم منه طول الوقت وكده. وفي مره من المرات كنت في زياره عنده في البيت وقابلت عمرو هناك، عرفنا على بعض وقال لي ان انا وعمرو يعني ان انا هشتغل لعمرو اغاني في الالبوم اللي بيجهزه، لان فتحي كان المفروض شغال الالبوم كله بس كان عندهم سفريه طويله مع فرقه يحيى خليل، فكان رشحني لعمرو ان انا اوزع له بقيه الاغاني بتاعته في الالبوم ده. دي كانت اول حاجه انا اعملها في حياتي، يعني اول شغل ليا في المجال ان انا موزع موسيقي يعني، وكان لحن برضو ليا في نفس الوقت، كان لحن وتوزيع، كان في ألبوم مغني من قلبك، وكان الكلام ده سنة 84. عمرو دياب عنده إصرار على النجاح مش موجود عند حد تاني، وهو ده سر نجاحه. يعني عمرو دياب ما بيتنازلش عن إن هو يرتاح شوية أو يهدي اللعب شوية زي ما بيقولوا. يعني عمرو على طول بيشتغل، الشغل هو أهم حاجة في حياته وكل حاجة في حياته، ما بيتعبش وما بيزهقش وبيفضل ورا هدف لغايه ما بيحققه طول الوقت. اكتر اغنيه حبيتها مع عمرو دياب او يعني الاقرب لقلبي فيهم طبعا اعتقد انها تملي معاك، بالنسبه لي كانت نقله في حياتي ونقله في شكل المزيكا كمان في الوطن العربي، فكانت محطه مهمه جدا في شكل الموسيقى في الحديثه في الوطن العربي وفي نفس الوقت في حياتي الشخصية والشكل الموسيقي اللي أنا بقدمه. الرؤية الفنية عامة هي التخيل الكامل للشكل الموسيقي والإخراج الأغنية أو الألبوم على بعضه، يعني كده أو كده. يعني لازم طبعا الأغاني تبقى متواصلة مع بعضها، ليها علاقة ببعضها، تحس إن أنت بتسمع عمل متكامل، مش حاجات مش 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 ميكس ما بين شوية أغاني جنب بعضها وخلاص يعني. فطبعا دي لازم يكون ليها وجهة نظر، يعني وجهة النظر دي غالبا بتبقى الفنان هو المسؤول عنها، او لو معاه حد بيعرف يفكر معاه زي مثلا موزع موسيقي او يعني منتج فني، طبعا بتبقى الموضوع احسن انك تقدر توصل لنتيجة متكاملة اكتر. وده بان في ألبومات زي تملي معاك وزي اكتر واحد بيحبك، زي كمل كلامك، زي عمرين، كل الحاجات دي. ان احنا قدرنا يعني الحاجه الرئيسيه اللي انا شايف ان احنا قدرنا نعملها، والكلام ده كان في تملي معاك بالذات، ان احنا قدرنا نعدي بالشكل الموسيقي اللي احنا اتحبسنا فيه حوالي 10-15 سنه، اللي هو دايما الاغاني لازم تبقى مقسوم طول الوقت وممكن يبقى فيه اغنيه دراما، الالبوم بيبقى 8 اغاني. في تملي معاك نقلنا نقله جديده، بقى الالبوم 10 اغاني وابتدت الالبومات تبقى اكتر، اشكال موسيقيه كتيره جدا من ضمنها ممكن في اغنيتين مقسوم بكتير، لكن الباقي في اشكال موسيقيه جديده مختلفه. وكمان حتى طريقه الفورمات او التركيبه بتاعه الاغنيه بقت مختلفه. حتى كان زمان في شكل معين بتتقسم بيه الاغنيه، المذهب وكوبليه وحاجات زي كده، حاجات فنيه اكتر. في الشكل الجديد او من بدايه تملي معاك ابتدى يبقى فيه هو بلوك على بعضه A و B، جملتين ورا بعض وبيتعادوا تاني ما بينهم فاصل، وهو ده الـ 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 التركيبة بتاعت الأغنية، بدل ما يبقى فيه حاجة وبعدين حاجة تانية وبعدين نرجع نعيد الأولانية ونروح للتانية. كان يعني شكل الشكل الموسيقي بتاع بره أكتر يعني، أو العالمي أكتر.